التمويل مهم لان دلوقتي ظروف البلد دلوقتي صعبه والدخول والداخل وحركه البلد واقفه من الناحيه التجاريه والناحيه الماديه، فطبعا التمويل مهم جدا لكل اي حد حتى لو حالته الحاله الماديه حتى ماشيه شويه متيسره شويه ده موفر يعني بيفيد، لان النهارده لو بصيت لكل المكرونه بقى بكام وكل الرز بره بقى بكام سليم ده كله بيوفر التموين بيوفره النهارده. لو عملت مقارنه بين كل السكر في السوق الحر والسكر في التموين فرق كبير جدا جدا جدا، برضه بالنسبه للمكرونه بالنسبه للرز الحاجات دي كلها مطلوبه للبيت. انا من الفيوم اولا وساكن في المطريه هنا وعندي بنتين، عندي بنت عندها 5 سنين وبنت عندها 3 سنين ونص، والراجل اللي انا بتعامل معاه اللي هو بتاع التموين قال لي هات صوره البطاقه مره واثنين تمام، ودي صوره البطاقه بالفعل عشان انا اصرف تموين لبناتي الاثنين، لان انت عارف الحياه بقت صعبه والعيشه بقت غاليه جدا، كيلو السكر بقى بكذا والمصاريف بقت كذا. فبكلمه اخر حاجه كلمته امبارح بيقول لي قدامك 6 شهور، عايز افهم انا ليه قدامي 6 شهور؟ انا مش عارف يعني، جبت شهاده الجواز وكده ورحت بيها، قال لك اطلع على اليوب عندنا هات ورقه من التامينات اللي انت مالكش تامينات، قدمت الورقه ورحت بعت وختمت ورحت بتاع التومين قال لك لسه حلها ميسره لسه قدامك شهرين 3 4 6 وشكرا على كده. يعني الوقت دوت هو هيعمل فيه ايه؟ ولا اعرف. اتمنى ان كل الناس تاخد التموين بتاع الناس اللي محتاجه، اللي هي لان المفروض يروح للناس الاكثر احتياجا يعني. لكن اللي انا متاكد منه ان المنظومه فيها خلل. المنظومه فيها خلل لان طبعا التموين كان بيروح بشكل، اعتقد ان هو بيروح بشكل عشوائي، والمنظومه ذات نفسها المفروض انها تتراجع. محتاجة مراجعة جديدة. الخلل بيتمثل في ايه بالظبط بالنسبة؟ هو طبعا الخلل بيتمثل في ان اولا مفيش قواعد معينة محددة بالظبط، ولو في قواعد محددة احنا الناس ما بتعرفش تمشي عليها او ما بتحبش تمشي عليها، لان هم بيدوروا ان هم يستفيدوا من حاجة مدعمة او تمويل مدعم، وان هم يستفيدوا وبالذات التجار يعني. مش بياخدوا مننا ضرايب وبياخدوا مننا نور وبيجي على النور زبالة؟ ما ناخدش حقنا ليه؟